وكانت الحصيلة مروعة، قتيلان ونحو 100 جريح بترت أطراف العديد منهم. عقب ذلك عم جو من الرعب العاصمة الجزائرية، رعب ازداد حدة ابتداء من 14 من نوفمبر 56 بفعل قضية إيفتون. فيرمان إيفتون كان مناضلاً شيوعياً وافق على زرع قنبلة في مصنع للغاز كان يشتغل به، ولو أن تلك القنبلة انفجرت لأوقعت مئات القتلى في العاصمة الجزائرية. وكانت معلمة فرنسية متزوجة من زعيم شيوعي هو عبد القادر جروج هي التي أحضرت القنبلة إلى إيفتون. كانت قنابل جبهة التحرير في مثل حجم العلبة وتوضع في علبة للأحذية الرجالية بحيث تحتل الحيز كله تقريبا. كانت تلك القنابل رديئة الصنع وكان لها نظام للضبط مثل نظام المنبه يفجر القنبلة. إنها مثل منبه من نوع جاز يصدر صوتا مثل تيك تاك تيك تاك. كانت التكتكة عالية الصوت فسمعها عامل في مصنع الغاز. ذلك العامل خامرته شكوك بشأن إيفتون. اقترب ذلك العامل وسمع صوت التكتكة فسارع إلى أخطار المسؤولين والشرطة. لقد تمت الوشاية بأفيتون. لا أريد الدخول في التفاصيل لأن الكثير من الناس لم يقبلوا أن تنفجر القنبلة في مصنع الغاز. الجزائر العاصمة كلها كانت وعرض رواية الوشاية المزعومة التي يكون إيفتون قد تعرض لها والتي يؤمن بها ياسف سعدي. ياسف كان مسؤولي المباشر لكنه احتسب كل ما جرى لصالحه. أمر محزن للغاية. لم يكن يصدر عن القنبلة أي تكتكة، كانت مخبأة في علبة بحيث لا يسمع منها شيء. وتريد الحكاية المتداولة أن يمر شخص قربها ويسمع دقات القنبلة ويبلغ الشرطة. هذه رواية سخيفة. ومهما كان الحال فإن إعدام فرنان إيفتون بالمغسلة بعد أسابيع من الحادث لم يكفي لتهدئة الخواطر في مدينة الجزائر التي كانت تعيش على أعصابها. في شهر ديسمبر وقعت 96 عملية، كانت ذلك أكبر عدد من العمليات في شهر واحد. وبلغ يأس الأوساط الأوروبية في مدينة الجزائر ذروته باغتيال رجل من الأعيان اسمه أميدي فروجي في الشارع، وبتنفيذ من جبهة التحرير على ما يبدو. وأدت جنازته إلى وقوع أعمال شغب عرقية موجهة ضد الجزائريين، وكانت السلطة المدنية عاجزة عن السيطرة عليها، واتضح أن الإدارة والشرطة لم تعودا قادرتين على حفظ الأمن. اغتنم الجيش الفرصة ليستولي على السلطة. قبل ذلك بأيام كان الجنرال ماسو ومعه الفرقة 10 من المظليين قد حلوا بمدينة الجزائر عائدين من مهمتهم في قناة السويس بعد العدوان الثلاثي. وفي مدينة الجزائر كانت الحكومة الفرنسية ووزيرها المقيم روبير لاكوست قد ألقم حجراً. كانت المدينة ناراً ودماً، وتعمدت جبهة التحرير تنظيم إضراب عام قبيل عرض المسألة الجزائرية على الأمم المتحدة. وبناء عليه نقلت الحكومة كافة السلطات لحفظ النظام في الجزائر إلى الجنرال ماسو في 6 يناير عام 57، وهكذا أصبح المظليون سادة المدينة وإن لم يريدوا ذلك. كان الخطر يتصاعد في نهاية 56، فقد انتشر الإرهاب بحيث بدت الوسائل المتوفرة لدى السيد لاكوست غير مؤهلة أو غير قادرة كفاية للسيطرة عليه. لاكوست كان يخشى أن تتجاوزه الأحداث، لا سيما خلال الفترة التي هددت فيها جبهة التحرير باستخدام ورقتها الكبرى وهي التهديد بتنظيم إضراب عام. في تلك اللحظة ظن أن الأمور قد تتجاوزه فاستدعى الجيش. ولمواجهة الإضراب قرر الجنرال ماسو تطويقا مكثفا للقصبة التي كان يعتبرها المركز العصبي للتمرد.
تلقى المظليون الأوامر بالعثور على المتمردين. قسمنا المدينة وتكفل كل منا بقطاع لإجراء تحقيقات بوليسية، وهو ما لم أكن أحبه لأن قوات المظليين متخصصة في القتال في وقت النهار وليس في القيام بعمل الشرطة. تم تطويق حي القصب القديمة 7000 رجل أعد لها في سرية تامة، وكانت قوات الشرطة تفتش المساكن بيتا بيتا في المدينة العربية ذات الأزقة الضيقة لمراقبة مروحية كانت تحلق في أجواء القصبة، وتم إجاز كميات كبيرة من الأسلحة ومطبعة سرية، وتم توقيف 500 من بينهم عدد ممن يشتبه بأنهم قادة إرهابيون. مدينة الجزائر تتنفس الصعداء. لكن الجزائر لم تهنى طويلا. كان ياسف سعدي يعتبر أنه من الواجب استمرار التفجيرات. كان ينبغي البرهنة لسكان القصبة أن جبهة التحرير موجودة بالرغم من التطويق وعمليات الاعتقال والقتل. في 26 من يناير عام 57 انفجرت 3 قنابل في 3 مقاهي يرتادها الأوروبيون بكثافة، هي مقاهي الكافتيريا ولوكو كاردي والأوتوماتيك. كانت منفذة تفجير الأوتوماتيك هي دانيال مين. التفجير الأخطر هو انفجار مقهى لوكو كاردي. ذلك التفجير نفذته جميلة بوعزة. كان علي اجتياز القصبة السفلى لإخراج القنبلة لوضعها في مقهى لوكو كاردي الذي كان مزدحما بمرتديه. القنبلة كانت صغيرة، وضعتها على إحدى طاولات المقهى. هذا كل ما في الأمر. الحصيلة 4 قتلى وأكثر من 50 جريحا. وبعد يومين أي في 28 من يناير سنة 57 وقع إضراب الأيام 8 في مدينة الجزائر. وقد اختارت جبهة التحرير ذلك التاريخ بالذات عن وعي للتأثير على الأمم المتحدة التي كانت ستناقش المسألة الجزائرية في تلك الفترة. ومنذ اليوم الأول من عملها في القصبة حذرت قوات الجنرال ماسو تجار القصبة، حيث كان المتمردون يعتقدون أنهم وجدوا ملاذا آمنا. وحيثما اتضح أن تلك التحذيرات لم تجد نفعا، أقدم المظليون على فتح المحلات عنوة، تاركين حارسا أمام كل محل. وهكذا لم يتعطل أي نشاط، وتناقص عدد المضربين يوما بعد يوم، ولم يحقق إضراب جبهة التحرير سوى الفشل الذريع. كان الأمر صعبا، فإضراب الأيام 8 جلب علينا المشكلات. كان الكثير من الناس يعتقلون وقتل الكثير منهم، لكن ذلك عرف بالمسألة الجزائرية في العالم بأسره. كان الإضراب إيجابيا 100% بالرغم من الأضرار التي قد تكون نجمت عنه. ذلك الإضراب قوى اللحمة بين سكان القصبة. منذ ذلك الحين أصبح يؤبه لنا ويستمع إلينا. بدأت الزيارة تتكرر للإطلاع على ما يجري في الوطن الجزائري. كان ذلك نجاحا تحقق بصعوبة، لكنه نجاح في كل الأحوال. لكن مظليي الفرقة 10 كانوا سادة الميدان في القصبة. طبقوا أساليب عمل نفسانية تعلموها في فيتنام، أكثر من التدخلات الدعائية، مستخدمين الموسيقى وموزعين المؤن على السكان، رافعين الشعارات المناسبة لذلك الموقف. يا سكان الجزائر، برهنوا على أنكم تريدون الحياة للموت جوعا، برهنوا على أن حبكم للسلام أقوى من الرغبة في الحرب لدى جبهة التحرير. أدركت جبهة التحرير الوطني وياسف سعدي أنه ينبغي استرجاع ولاء السكان الجزائريين في مدينة الجزائر، ولتحقيق ذلك كان عليهم فعل شيء يذهل الألباب.